سيداتي وسادتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا 5 5 واموركم كلها على ما يرام. ومرحبا بكم في فيديو جديد. الوغ لا فيديو ديال اليوم، بعدا قبل ما نبدا غادي نرحب بالناس الجداد اللي عاد دخلوا عندي، وغادي نقول لكم شكرا بزاف حيت كتاخذوا من وقتكم وكتخليوا لي كومونتير تحت من لي فيديو، كتعطيو لافي ديالكم وكتنصحوا البنات وكتجاوبوا اللي كيسول. والله الا صافي ان غران بليزير، ميرسي بوكو على داكشي كامل. سينو الا كنتي باقا ما درتيش ابوني ومازال ما دخلتيش عندي لاشين، دخلي اختي ديري ابوني. بلاتي نهزل لي باش نجلس مرتاحه. ديري ابوني وتابوني في لاباج باش يبقاو، وفعلي الجرس كيف ما كيقولوا باش يبقاو يوصلوك لي فيديو ديالي. سينو اليوم غادي نهضروا على البنات على واحد الحاجه اللي هي معقده البنات، لا بلوبور ديال الناس هادشي اللي بان ليا من بعد لي كومونتير ومن بعد لا فيديو الاخرى، بان ليا انا بزاف ديال البنات كيعانيو من شي حاجه سميتها الكرش. غادي ندير انا وياكم تحدي تشالنج ديال 5 ايام، تشالنج ديال اسبوع 5 ايام. هادي كنبداوه 2 3 4 الخميس الجمعه والسبت وغنساليوه الحد. انا متاكده انك الا قديتي تحدي راسك غير في هاد لا سيمين، الا قديتي تحدي راسك في هاد لا سيمين كوني اكيده انك غادا توصلي لداك الشيء اللي بغيتيه، وغادا توصلي لهذيك الكريشه، وغادي يبان لك لي في بعدا في هذيك لا سيمين. اول حاجه غادي نبداو بها على شنو غادي نقول لكم، انا غادي نعطيكم شنو خاصكم تحيدوا وشنو خاصكم تخليو وشنو تقدو تاكلو مره مره تخشو فيه مره مره، وشنو خاصكم ديرو. سيمانه البنات ما فيها باس زيرتو معايا، واش ما بغينا نحيدو كل شيء، ما معقداني كل شيء، ما اللي لبسته ما كتجينيش. زيري معايا واحد اون سيمين وانا متاكده غادي تشوفي واحد الفرق هائل، واحد الفرق اللي فريمون تي غادي يصدمك وغادي يعطيك ديك العزيمه باش تكملي. اول حاجه غادي نبداو بها هي الحليب. ما فهمتش مالكم تعلقتوا بالحليب بزاف، راه اي واحد يقدر يستغنى على الحليب، ماشي ضروري اختي تاخدي ليا ديك كافي كريم في الصباح، خدي اتاي، خدي ما نعرف شنو، عاودي داك الحليب بحليب ديال الشوفان ولا بحليب ديال اللوز، ماشي ضروري تبقاي تشرب ولا داك الحليب دلينا. علاش قلت لكم الحليب؟ الحليب كينفخ المصارن بواحد الطريقه خياليه، و الا قلنا كينفخ المصارن يعني اوتوماتيكمون كيدفع الكرش، يعني اوتوماتيكمون كتبان لك كرشك كبيره. الخبز كي غنديرو نغمسو في الطاجين، كي غنديرو حنا ما يمكنش لينا هذا، واخا ما تاكديش لي بحال مثلا في النهار كضربي خبزه ونص، كضربي جوج خبزات وحده في الفطور وحده في الغداء، نقصي خدي لي غير نص خبيزه. فوقاش عندك انت غتختاري فوقاش الوقت اللي ضروري تاكلي فيه الخبز، وماشي يوميا، بحال هكا جوج مرات ثلاثه المرات في هذه السيمانه هذه تقدري تاخدي. الا كنتي من الناس اللي ضروري خاصهم يفطروا بالخبز، خودي الخبز في الفطور. الا كنتي من الناس اللي ضروري خاصهم ياخذوا الخبز في الغداء، خودي الخبز في الغداء، ماشي مشكل. الا خديتي الخبز في الغداء ما تاخديش لي بات وما تاخديش الرز، تاخدي الخبز مع شي ستيك ولا طويجين يكون طايب بطريقه صحيه، يكون طايب بقليل الزيت ديالو، ماشي مشكل، تقدري تاخدي الخبز. جوج الحوايج الحليب والخبز. الحاجه الثالثه هي السكر، ضروري 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 تحيدي لي السكر. مثلا انا كيعجبني اتاي نفطر به بالسكر، ما غناخذش اتاي. انا نقولك واحد القضيه، شي اتاي غادي يجيك خايب الا شربتيه بلا سكر 3 ايام من الاول، من بعد كيولي يجيك عادي. باش تعودي اتاي عوديه بتيزان، عوديه بتيزان ديال لويزا كنقدو نشربوها واخا ما يكونش فيها لو سكر، كدوز وكتجي مزيانه. الا انت كان خاصك غير هذيك باش دوزي زعما داك لو بتيداج ديالك، عاوديه بان تيزان، شوفي انت التيزان اللي بغيتي، خدي ديال اللويزه. علاش قلت لك اللويزه؟ اولا غترخيك، وثانيا غتقدي انك تدوزيها بلا سكر، حيت اللويزه كدوز بلا سكر. ها الخبز الحليب والسكر، هادشي اللي حيدتي هادو بثلاثة قسما بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم. وبعدا قبل ما تبداي هادشي كامل خدي داك هذا، يا اما المترو عبري الطوغ ديال كرشك ولا الطوغ ديال الباصه، يا اما خدي غير خيط. ما عندكش انت مترو، شوفوا انا كنسهلها عليكم، ما عندكش المترو خدي خيط، خيط اللي كنخيطو به ولا شي حبل ولا شي قنبه ولا شي حاجه، شي داك السير ديال خدي السير ديال الصباط كاع ديال السبرديله، وخديه وعقديه ياك،
وملي تحطيه شرطي ديك البلاصه ديال العقده وخلي ملي تسالي اون سيمين شوفي شوفي الريزلت اللي غادي يعطيك. الوغ راه عرفتو 5 ايام الاولى غيبان لكم واحد الفرق خيالي خيالي خيالي. رابع حاجه غدخلي ليا واحد لا روتين سميتها نشرب الماء. غنحط قرعه حداد جوا دابا هذه راني حطيتها من الصباح شوفوا شحال بقى فيها. غنحط حدايا قريعه ديال الماء ما كنشربش حيت كيجيني العطش، ما كنشربش حيت جي اونفي، كنشرب حيتاش خاصني نشرب. كيف ما خاصني ناكل خاصني نشرب، كنحطها قدامي هذه خاصني نساليها قبل من 6 العشيه ولا قبل من 4 العشيه. فايترونز عرفتي الا شربتي ليا غير هذه، الا شربتي غير هذه فيها ايترونز ويلي ويلي على البو كي غيولي، ويلي على الشعر كي غيولي، ويلي على المورال كي غيولي، لا كاليتي ديال لي زورغان ديالك، كلشي 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 كيتقاد حيت الماء عنده واحد الدور اساسي ومهم. انا كنتعجب الناس اللي كيشربوا كاس واحد في النهار راه وكتبقى عواله كتقول لك احقا راني غناخذ عصير، احقا راني غادي ناخذ هذه راني لا لا الماء ما كيعوضو حتى شي حاجه. عشان دابا مع شهر 9 كنبان لكم كنديرها شهر 10 انا شهر 9 حساسيه عتروني اي حابسه راسي مراني باغا نبدا نحك شكون اللي كتعاني منها دابا وفي الربيع مايمكنش الاليرجي كتكون ناشطه. الوغ درنا هادشي كامل، حيدنا الحليب، حيدنا الخبز، حيدنا السكر، شربنا الماء. غتبقى لينا حاجه وحده اللي هي خاصنا نتمشاو. اتحدي 5 ايام بخمسه ديال الحوايج خاصنا نتمشاو، خاصنا نديرو شويه ديال السبور. انت يا حبيبه ما عندكش الوقت، انت عندك الدراري وعندك الراجل وعندك مسؤوليه وما مسالياش انك ديري لا مارش وانك تمشي لاصال. ما كنهضرش مع الناس اللي عندهم الوقت فين يخرجوا يديروا لا مارش وعندهم الوقت فين يخرجوا يمشيوا لاصال. انا كنهضر مع هذيك اللي نهار وما طار وهي تنقر عليا في لي كومونتير انا اختي خدامه، انا اختي عندي الدراري، انا اختي خاصني نوجد لهم ما ياكلوا، انا اختي واخ واخ وجدي ولادك ما ياكلوا ونقزي شويه في الدار. انا ما كنتش كنمشي لاصال يوميا، ما كنتش كنمشي، كنت كنطلق لي فيديو في يوتيوب. الا بغيتو نبارطاجيهم معكم قولوهم لي في لي كومونتير ديال واحد الكوتش. غير كنقص كنبقى كنقص 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 كندير الكارديو في الدار. يلا انا ما كنخرجش ولادي قدامي حاضياهم واخا انا ما عنديش دراري زعما كنهضر عليك انت وميم طون بحال هكا ناصبه شي حاجه كطيب دايره شي حاجه فوق البوطه تلقي داك الفيديو ونقصي نقصي 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 تحسي بقلبك كيخبط، تحسي فريمون بدقه ديال القلب ديالك طالعين طلعوا هذيك الساعه وتدوز 15 مينوت. حيتاش 15 مينوت الاولى راه ما كتكوني كتحقي فيها حتى شي حاجه، كتكوني يلاه بديتي كتوجدي لو كور ديالك انه يبدا يحرق ويبدا يستعمل داكشي اللي مخبي. ديريها في الليل، ديريها في الصباح، كنتي كتجي للدار ما بين 12 و2 ديريها. اختاري وقيته اللي غادي تناسبك انت. قلتي لي ما نقدرش نخرج نتمشى، ما غاديش نقدر نمشي لاصال، ما عنديش الوقت، ما عنديش لهذا، واخا عندك 2 و3 ولا 4 والخميس والجمعه ديري لي هادشي في الدار. ديري لي 2 وارتاحي 3 وديريه الاربع وارتاحي الخميس وديريه الجمعه والسبت والحد ما فيها باس. الا خرجتي تنتي تشمي شويه الهواء نقي حدا البحر ولا حدا الغابه، راه ما يبقاش ما يمكنش تبقاي جالسه غير في الدار. ولا الا خرجتي خاصك تخرجي تقداي، ولا الا خرجتي خاصك تخرجي الدراري باش يديهم يلعبوا، ولا تنتي خاصك تلقاي وقت لراسك. والله راه ديك الخرجه ديال الصباح ولا الخرجه ديال العشيه ولا الخرجه فاش كتخرجي انت انطون ديالك انت وراسك سا شونج بزاف، كتعاون بزاف انك كتعالجي بزاف ديال الحوايج منهم لا ديبرسيون، منهم الا كان عندك اكتئاب كتعالجيه، الا كنتي انتي توي با بيان في لا بو ديالك كتحسي براسك ما مزياناش كتعالجي، و او ميم طون كتمشي كدير لنا افرازات ديال بزاف ديال الهرمونات اللي منها هرمون ديال السعاده لو هرمون ديال البليزير لو هرمون سميتوني. المهم هادو الا قديتو ديروهم راه غادا تكون واعره. سينو غادي نقول لكم عاوتاني واحد الحاجه اللي غادا تبقى اضافه الا بغيتوها، زيدوا لي ديتوكس، زيدوا لي ديتوكس سورتو في الايام الاولى حيت هو محبب انك قبل ما تبداي اي ريجيم ديري واحد العمليه ديال التنقيه، تنقي ليا الجهاز الهضمي ديالك من كاع داكشي اللي كيكون فيه ماشي هو هذاك. لي ديتوكس انا كنت كندير ديتوكس ديال البيتراف،
كنت كندير فيه البالبا والحامض، راني مصوره لكم، غنخلي لكم الفيديو في هذا في بغداد. فو اذا بغيتوا راه نصور لكم، دابا نصور لكم فيديو، قولوا لي في لي كومونتير اذا كنتو انتريسي، غنصور لكم فيديو فيه ربعه ولا ثلاثه ديال لي ديتوكس. لي ديتوكس كيعاونوا، اولا كيعاونوا كينقيو الجهاز الهضمي، ثانيا كيديروا لا دياري، كيخليوك تفيدي هذا ديالك حيت كيكونوا شويه مجهدين. هو صعيب انك تبقاي تاخذي دوك لي ديتوكس يوميا، ولكن في الاول ماشي مشكل، اخودي في الاول ماشي مشكل، ديك 10 ايام الاولى هانيه ماشي مشكل. وغادي تصايبيه اون سول فوا، انا كنت كنصايب ديال لا سيمين كامله، وكنت كنبدا به هو اول حاجه قبل ما ناخذ الفطور ديالي، كنبدا به عرفتي كيدير لك الفيدونج للمعده والمصارد وداكشي كامل. سينو هذا مكان غادي ندير انا وياكم تحدي ديال 5 ايام باش نطيحوا هاد الكريشه هادي. بداو هادشي اللي غادي نقول لكم، غير ماشي بالضروري تبدايه بالاثنين، اللي كتسنى في الاثنين ماشي بالضروري تبدايه بالاثنين. المهم فيقي واحد النهار تقولي اليوم غادي نبدا داك التشالنج. وبغيت نقول برافو تبارك الله على البنات اللي كعرفتو كيجوني واحد لي ميساج في انستغرام، راه ما يمكنش، راه بنادم طيح، بنادم فريمون طيح الكيلويات، بنادم فريمون ضعاف. انت اختي باقا كتفرجي فيا، اليوم غدا نبدا، بعد غدا نبدا، الخميس الجمعه تسناو حتى الاثنين. ونوضي نوضي ديري شي حل لراسك، نوضي ديري شي حل لراسك. هذا مكان غنخليكم في امان الله، وغادي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد.